أحكي بالون عدد جديد، أهلا بكم. عدد سيكون ثري بمواضعه، غنيا بملفاته ومشوقا بضيوفه. في هذا العدد سنتوقف للحديث عن شبيبة القبائل. الأزمة تضرب شبيبة القبائل وشريف ملال في عين الإعصار، هل هي النهاية أم هي زوبعة في فنجان؟ لنعرج بعد الحديث عن نادي نصرية حسين داي الذي يعيش طبعا عديد المشاكل المتعلقة بحرب التصريحات بين المساهم كمال سعودي والإدارة الحالية قيادة محفوظ والزميلي. سنتحدث عن هذا الفريق، عن مرحلة العودة، عن الاستخدامات، عن المدير العام الرياضي الجديد وأشياء أخرى تهم أنصار نصرية حسين داي. لنعرج بعد هذه الحديث حول الرابطة المحترفة الأولى والثانية لكرة القدم ومرحلة العودة التي ستعرف لقاءات جد مهمة. فقرة نوستالجيا اليوم خصصناها لغزال مونديال 83، ضيف هذا العدد طبعا الذي يشرفنا طبعا شعبان مرسخان المدير العام الرياضي لفريق نصرية حسين داي. شباب مسقط اهلا بك، شكرا لك على التربية الدعوة. كمان وشكرا لك على الدعوة، بارك الله فيك. شكرا لك سعيد الزواوي، عضو الديركتور السابق لشبيبة القبائل الذي طبعا سيتحدث عن ما يحدث في البيت القبائلي خصوصا بعد الهزيمة الثقيلة ضد فيتا كلوب، ربما هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت النادي الهاوي يطالب بجمعية استثنائية لسحب البساط من شريف ملال. سعيد زواوي أهلا بك، شكرا جزيلا لك. ميروش بن جدو رئيس تحرير جريدة كومبيتيسون الناطقة باللغة الفرنسية والمختصة طبعا في كرة القدم والتي لها باع طويل طبعا في الإعلام الرياضي. عميروش أهلا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا على الدعوة، شكرا جزيلا لك. وأيضا محلل البرنامج الاسم الذي يتداول بكثرة هذه الأيام لأن يكون مانجر عام لفريق مولودية الجزائر، ولكن إلى غاية هذه الأسطر يبقى محلل لقناة البلاد وللقسم الرياضي ولبرنامج حكي بالون. مساء الخير كمان، مساء الخير ضيوفنا، إن شاء الله شكرا. كما ينضم إلينا عبر سكايب زميل أو المناجر المدربين واللاعبين كريم فرطاس للحديث عن الموضة الجديدة المتعلقة بهجرة اللاعبين الجزائريين نحو البطولة التونسية ونزوح مدربين تونسيين للبطولة الجزائرية. سنتوقف ليس التشكيك في قدرته كمدرب، ولكن زلفاني طرح اسمه كثيرا مع مولودية الجزائر رغم أنه أقصي مع مولودية، وفي المباراة الذهاب والإياب كان تعادل، ليجد نفسه مدربا لشبيبة القبائل. هل بالمولودية تستقدم مدربين نحو أندية أخرى؟ كل هذه المواضيع طبعا سنناقشها مع محللي أو مع ضيوف هذا البرنامج ومحلل الحصة محمد خزر. نبدأ معك حول هذه النقطة قبل ما نروح نصرية حسين داي وإلى شبيبة القبائل. زلفاني مدرب طبعا درب في المريخ، في موريتانيا، في المريخ السوداني، درب في ديفار العماني، اسم تداول بكثرة مع مولودية الجزائر. هل لأن عنده قوة اليوم مع لوبي يسير اليوم ويتحكم في استخدامات المدربين، أم بالفعل زلفاني هو مدرب يملك قدرات عالية وشهادات عليا، يملك تجربة في البطولة الجزائرية خلته اليوم يكون متداول في المولودية وفي الأخير هو مدرب لشبيبة القبائل؟ تعليقك. فالشبيبة جوسكا بريزون راهي تعاني من ناحية أنه قضية رئيس ماهيش قضية كلوب. اليوم تتكلم على المدرب زلفاني ما عندوش كمثال فقط، كمثال ما عندوش ان بالماريس اللي الناس نجموا نتكلموا عليه دون مانيير. مدرب انا يبقى ليا ما دربش عده فرق كبيره، حتى وهاد الفرق المريخ السوداني او فرق اخرى افريقيه او عربيه ماهيش حاجه كبيره، ولكن كان متداول، قلت كان متداول على مولوديه العاصمه او عده فرق جزائريه. أنا نشوف إذا اليوم هذا المدرب عنده كفاءة راح يبان في شبيبة القبائل، لأنه شبيبة القبائل بحاجة مسا إلى مدرب يعرف كرة القدم، مدرب ليعرف كرة القدم الجزائرية ويعرف كيفاش يوظف اللاعبين، لأنه المشكل موش قضية أنه بالك الشيخ منسقانا وهنا يقدامنا شعبان اللي بلو كما قال لك ينجم يقول لك نونترينور واش ينجم يمد كي يلحق في فريق وفريق يكون يعاني من الناحية النفسية. سي تري امبورطون، لأنه شفنا مدربين اللي ما عندهمش اسم كبير ولكن يعرف كيف يجيري لو فيستير كما احنا نقولوا، يعرف كيف يجيري لو جروب. قبل ما نقول شعبان مرسقالي حديث حول هذه النقطة المتعلقة باختيار المدرب الذي يليق بكل فريق، ينضم إلينا عبر سكايب مانجر فرانك ديما كريم فرطاس. كريم مساء الخير. مساء الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كلام الحديث هو فرانك ديما اسم تداول بكثرة في مولودية الجزائر، يعني يجد نفسه من أهل برج بوريليتش إلى فريق شباب بلوزداد. الزلفاني اسم طرح بكثرة في فريق مولودية الجزائر، يجد نفسه مدربا لشبيبة القبائل. نزوح لاعبين جزائريين نحو البطولة التونسية ونزوح مدربين تونسيين نحو البطولة الجزائرية. تعليقك. هذه لي 25 جوار اللي راحوا لتونس سي ان استوار دو ستابيليتي فينانسيير اولا، باسكو كي نشوفوا في الجزائر الجوار الجنا يعني بزاف دو كوتي فينانسيير. في تونس ايزون تروفي لا ستابيليتي فينانسيير و البروفيسيوناليزم، ايزون بلوس دو شانس دو سو روتروفي ان اوروب فيا لا تونيزي كو فيا لالجيري. On a, on a déjà besoin de recruteurs ici en France ou en Espagne ou en Italie qui regardent le championnat international. Parce que déjà, on n'a pas les stats, on n'a pas les moyens pour récupérer un bon joueur. Alors qu'en Tunisie, ce qu'ils retrouvent en Europe, ils le trouvent en Tunisie. Il s'agit des entraîneurs, c'est une tendance. On a les Tunisiens qui sont en train de venir. Je ne dis pas de conneries, on a un Tunisien en 3e division algérienne, à Betna. Karim. كان فرطاس اللي كنت في الاستماع. فرانك ديما كيفاش جا البطوله الجزائريه لما استقدم لشبيبه القبائل؟ حتى نكونوا صراعاء، فرانك ديما هل في البطوله الفرنسيه اسم كان يتداول بكثره مع انديه فرنسيه؟ هل كانت له الالقاب؟ لكن رغم ذلك حقق نتائج جد ايجابيه مع شبيبه القبائل، ولو ان المرتبه الثانيه لشبيبه القبائل لا تعتبر انجاز، ولكن من حيث الناحيه التكتيكيه، من حيث التحكم في اللاعبين، من حيث اشياء شاهدنا اشياء ايجابيه في فريق شبيبه القبائل، لماذا لم يستقبل المشروع مع الشبيبه؟ Hadi, c'est une question de direction. Là, je ne peux pas parler sur ça parce que c'est un point, ça revient à la direction de la GSK. La GSK, aujourd'hui, est libre de choisir de continuer avec son entraîneur ou d'arrêter. C'est des choses que personne ne peut interférer. Il y a un président, il prend des décisions. Ça s'arrête. طيب كريم فرطاس، هل نقول اليوم أن المدرب التونسي عنده مناجرة وخلينا نقول له عنده كما يقول لك جماعة تتحكم اليوم في طرح الأسماء؟ معز بوعكاس رغم أنه أخفق مع شبيبة القبائل وجد نفسه في أهلي برج بوريليتش، أو شبيبة بيجاي عفوا، وجد نفسه في أهلي برج بوريليتش في القسم الأول، اسم كان متداول بكثرة مع فريق نصرية حسيدة، والنصرية فضلت ورقة المدرب المحلي نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها النصرية. تعليقك حول هذه النقطة. Ce qu'il faut savoir, là, les entraîneurs tunisiens, ils communiquent très bien avec le groupe, avec le président. Ils arrivent à faire passer le message que nous, les Algériens, on a du mal à faire passer. Maral, on est comme ça, les Algériens. Quand on a un étranger en face de nous, le message, il passe mieux. Et les Tunisiens, ils ont la communication. Ils sont très forts en communication. كريم فرطاس بكل صراحة، أنت اليوم مانجر تاع فرانك ديما وأكيد عندك أسماء تاع مدربين، لماذا لا يتداول اسم المدرب الجزائري مثلا نحو البطولة التونسية، نحو البطولة المغربية، نحو البطولة القطرية، مقارنة بالتونسيين الذين ينتقلون لقطر والإمارات والبطولات الخليجية؟ مالوغوزمون لي دارني ريزولتا، أن ألجيريان لي دارهم سي مادوي أون ليغ دي شامبيون. دوك أو جور دوجوردي مادوي إلي هو؟ إلا أون ليغ 2 دارابي ساوديت. Nos entraîneurs algériens, ils n'ont pas la philosophie de gérer leur carrière. C'est-à-dire aujourd'hui, il a gagné la Ligue des Champions. Demain, s'il faut entraîner en Ligue 2, il va entraîner en Ligue 2. Ils n'ont pas de plan de carrière. جيد على كل سنة أوديلك كريم فرطاس. شعبان مرسقان، مؤيز بوعكاس كان اسم متداول بكثره في نصرية اوسيدي رفقة عز الدين جودي، لكن اخر المطاف فضلت انت الورقة هي في الوقت هذا كانوا زوج مدربين دو زونتيان كيزيتي ليبر، وين اي جودي وبوعكاس، ولكن لو ديبولي سيتي بلوس اي جودي كو اوتر. بصح باش نولوا نتكلموا على المدرب الجزائري، اسكو يا لو سانديكا دي زونترينور؟ نهار اون افي لو بروفيسيوناليزم تكلمنا هكذا، لاسوسياسيون دي زونترينور وين راهي؟ سي سا المشكل. دوك تحب ولا تطلع ولا تكره كيما دير، الجوال يدي حقه، بصح المدرب ما يديش حقه باسكو ما عندوش لو سانديكا دي زونترينور، ما عندوش لاسوسياسيون دي زونترينور اللي كانت بيان سور. قضية كازوني اخر احسن مثال اليوم في المولوديه. فهمتني وعلاش ما نروحوش كيما كانت المفاهمه باش يكون لو سانديكا اي لاسوسياسيون دي زونترينور اللي دافع الحقوق تاعها، اللي دافع المدرب الجزائري. كم كاين مدربين جزائريين منخرطين تقدر تعطيهم ليه؟ ما تقدرش. فهمتني؟ دونك يا با سو سانديكا وما كاش لاسوسياسيون دي زونترينور باسكو واحد الوقت كانت ومن بعد لا ديسباري خلاو لو فيد.
في لو شامبيون الجزائريان لو شامبيون بروفيسيونيل كاين غير لاسوسياسيون دي جوار ولو سانديكا دي جوار وين الحقوق كاع جوار عنده الحقوق تاعو وشنو المدرب الجزائري ما عندوش الحقوق تاعو باسكو لو كان نشوفوا المؤهلات تاع المدرب الجزائري نعرفوا باللي عنده مؤهلات كبار المدرب الجزائري فهمت ولكن هل الكرة الجزائرية فيها مشاكل ولا ما فيهاش مشاكل هنا ما نروحوش المدرب كي تشوف مدرب اللي يحتل المرتبة الأولى اللي خدا لعب لي فات كاس الجزائر ويروح من الفريق هذا نشوفوا المشاكل اللي راهي مشاكل أخرى ما عنده حتى علاقة بالمستقبل ما عندهاش علاقة بالأمور التقنية شعب المسقط سنأودي لك طبعا عمروش بنجدو بكل صراحة هل مولودية الجزائر أو النوادي الكبيرة أتحط طعم اليوم لأنه الزلفاني طرح بقوة في المولودية رغم أن أقصي مع المولودية رغم أن المباراة الذهاب وإياب انتهت أظن بعد دفاع العماني بفوز المولودية لكن في آخر المطاف هذا الاسم وكأنه أبهر المختصين الجزائريين بالخطة التكتيكية التي وضعها ضد المولودية بكل صراحة حتى يجد نفسه اللي في شباب القبائل الزلفاني نظن دار اسم في, 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 في الجزائر يعني الناس عرفته قبل العام هذا تاع كوبارا بالكي كان في المريخ لما وصل لدور نصف النهائي فوالا وصل نصف النهائي ودار نتائج ضد اتحاد العاصمه ودار المولودية الجزائر هو مدرب مغمور يعني ماشي ما عندوش خبره ما عندوش القاب مدرب شاب اللي مدرب شاب اللي يقولوا بليك ستادير اللي فور في لا كومونيكاسيون بروش دي جوار دوك انا بيرسونيلمون جو ماتوندي با سيني في شياسكا parce que c'est-à-dire quand même il y avait Vélud مع المنتخب السوداني اكزاكتومون c'est-à-dire كي تحضم في الميزان لازم 10 كيماز الفاني باش يوزنوا مع هذا كي تشوف لو بالماريس كون اي با الفاني علاش حنا نشكك في الرجل ولا بتاتر il va réussir c'est-à-dire mais quand c'est-à-dire ما سنيتوش يجي جياسكا جيسبر كو بالماريس ورانا اه فوالا انا جالك جيسبر كو جياسكا نو سي با ترومبي كوم سي ترومبي لا بروميير فوا مع ديما جيد ما خزرون عندك اضافه طقيب نرجع للمدربين احنا عندنا مدربين جزائريين اللي عندهم كفاءه حتى وانهم لي زونسيا جوار اللي اليوم راهم في الميدان لا سامحني مانيش على الاجنبي مانيش على الاجنبي ان شاء الله الزلفاني ينجح في شبيبه القبائل لانه فريق جزائري احنا ما يهمناش وما عندناش هذه الكلام تاع نو سوم دي des équipes professionnelles donc on تكلموا بطريقه الاحترافيه اليوم جياسكا على بالها واش غيدير جابت هذا المدرب اللي راح يكون عنده ولكن هل الفرق الجزائريه تعطي حق للمدربين الجزائري كما تعطي حق للمدربين الاجانب هذا الشيء اللي حبيت نقوله اسكو لونترينور الجزائري تعطي له tu le mets dans des meilleures conditions ou tu entraîneur étranger علاش تعطي له les meilleures conditions et l'entraîneur algérien مانيش جو ديفون با جو ديفون المدرب الجزائري ما عطاولوش حقه من ناحيه دائما ناس تجري وراه باش يواسوا هذا الشيء اللي ايضا منصفين وايضا انا كنتش جهوي تفضل شباب لانه عندنا سكايب معنا تفضل على بالي باش نعطيك المزيد على بالك في افريقيا اون ماتيير تاع التكوين تاع لي زونترينور اون لي ميور اللي عندنا لي زاستيتي ما كاينش لي خير منا المالي ليكيب جونيور تاعهم راح تحطهم فينال كوب دي موند كونتر نيجيريا شكروا التكوين الجزائري ما كاينش في افريقيا واحد عنده مراكز تاع التكوين تاع المدربين وعده مدربين افارقه اللي تخرجوا منا من احسن كيف تقول لي غدو ما كاينش مدربين زوي صافي 10 هما يقراو مازال ما داروش الكفاءه Comment vous expliquez ça? انا جاي لي انا جاي لي زوي سفيان ربما عندك تعقيب حول هذه النقطه اليوم زلفاني في شباب القبائل واش لي كريتير داتو السائد عفوا لي كريتير داتو شباب القبائل استخدام هذا المدرب عوض مدرب ربما محلي Bon, à la Kolahal, je ne peux pas vous parler plus que ce qu'il a dit à Amir Roche. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Donc, je pense qu'on l'a connu à travers les deux fameux matchs, tu as l'USMA et. Il Mouloudia. Je n'ai pas de l'alqab Katira. Il a l'USMA. Il a l'USMA et il a l'Mouloudia. Mais je n'ai pas de l'alqab et de l'alqab et de l'alqab. Après, le président, là, je pense qu'il a opté. J'espère qu'il a bien réfléchi. Il a opté pour ça. Est-ce que ce n'est pas le choix de Darraji? Est-ce que ce n'est pas Darraji qui était. C'est-à-dire qu'il a été conseillé par Darraji? Non, je ne pense pas. Vous êtes proche de Melal, donc non, vous non, pouvez. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est un choix purement de Melal. J'espère qu'il ne s'est pas trompé. Bon, Hnan, Inch'Allah, il va réussir Flagesque. Inch'Allah. Karim Fortas, معنا دائما على المباشر كسؤال اخير.
فرانك ديما كان قريب من المولوديه، علما انت تفاوت لهذاك المناجر تاع فرانك ديما مع فريق المولوديه في اخر المطاف خير شباب الوزداد، لماذا؟ كات il faut dire la vérité, au Mouloudia il y avait une instabilité à l'intérieur de la direction. Déjà à l'intérieur de la direction, ils n'étaient pas d'accord. Tu peux pas ajouter ton entraîneur, ton client dans un endroit où à l'intérieur ils sont pas d'accord. Le CRB a su être professionnel, a su parler, a su recevoir et a su nous donner des garanties pour travailler dans de bonnes conditions. يعني اللاعبين هما كانوا ضد وجود دوما اليوم في المولوديه؟ لا لا ماشي اللاعبين. لا على شوف على الانتيغ دو لا ديريكسيون. خارج المحيط الاداره. لا مي هما ديجا الانتيغ ايز ايتي با داكار. يا في مسيو صخري مسيو بطروني ماشي انا اللي نقول لكم كانت كاينه جيد. بتيت باكار اونتر اوه. دونك انا جو با بوزي ان كليون ا موا دون ان اندرو وي ان الانتيغ كون با داكار. كريم فرطاس بكل صراحة، شعب المشرقة يقول لك حنا عندنا كفاءة جزائرية وعندنا مدربين في المستوى، على ما تروجوش اليوم المدرب الجزائري نحو بطولات أجنبية مثلا كمناجر يعني. لا باسكو شوف عندنا عبد القادر عمراني بور موا سي لو ميور إكزومبل. في البطولة المغربية. سي لو ميور إكزومبل. سي لو ميور إكزومبل. إلي تيتخي، إي ترافاي، لو سيريو، تاكتيكمون، إلا توجور ترافاي أفيك أن فغي ستاف. جيد. عنده دي برانسيب، يبوز سي كونديسيون. L'entraîneur algérien, il a du mal à poser ses conditions. جيد شكرا لك كريم فرطاس على التواصل معنا عبر سكايب، مانجر وكيل المدربين واللاعبين وايضا وكيل المدرب الفرنسي فرانك ديما مدرب فريق شباب الوزداد. عندك تعقيب شباب مساء بالمره ما تخسروني. تكلم الاخ وتكلم على لا ليسونس كاف. لا ليسونس كاف سي با ان ديبلوم سي اون ليسونس. لو ديبلوم سي لي اس تي اس وما يشبه. داروا لا ليسونس كاف كيما لا ليسونس تاع اليوفا فهمتني باش المدرب لا ماشي ليكيفالون سي اون ليسونس سي اون ليسونس كيما لا ليسونس تاع الجوار مي سي ان ديبلوم يفو باسي دي زيكزامان منا بور بوفوار لا ماشي اكزامان ماشي اكزامان شوف شوف لازم لك تروازيام ديغري بلوس باش تجوز لي ليسونس سي ا بي وما يشبه هادو سي دي ليسونس باش يسمحوا لك نقولوا جزائري كي يدير لا ليسونس ا ولا يقدر يخدم في البلدان الافريقيه والاوروبا بكري ما كانتش لازم لك ليسونس كيما لا ليسونس كون كاكاف ولا اليوفا ما تغلطش روحك سي تون ليسونس لي ديبلوم حاجه واحده اخرى لي ديبلوم ماهمش اون سيمان ليسونس كاف سي بي ا سي اون سيمان فهمتني مي لو ديبلوم سي سي موا سي بلوس كاين اللي قرا 3 كاين دي دكتور ما تغلطش روحك لو ديبلوم حاجه عندك 3 ديغري اي بلوس بتجوز ليسونس كاف مي ليسونس كاف سي تو ليسونس سي با ان ديبلوم لا ليسونس كاف باش تسمح لك تخدم في البلدان الافريقيه او العربيه والاوروبيه كومون فوز اكسبليك واحد كيما شريف الوزاني ما عندوش لا ليسونس باغ اكزومبل اسكو شحال واش من يقرا عنده من 2010 ويقرا اسمح لي اسمح لي قرا معايا قرا معايا اسمح لي واش في صاحبي شي... لانه عندنا فاصله تفضل تفضل واش ما... واش من الدبلوم عنده شريف الوزاني لا عنده تروازيام دوغري لا لا ساني جاي ماشي كاع الناس عندهم لي تروازيام دوغري ان اونسيان جوار انا نتكلم بوكو بلوس على لي زونسي جوار لي انترناسيونال سوا ديزون لي دارتها الفيدراليه انذاك في وقت الروروه داروا باللي لي زونسي جوار افيك لو تروازيام دوغري بلوس لي ليسونس كاين ليسونس ا اوفا سي بي ا دونك الار هي عيطوا لها الار بروفيسيونيل بصح هو راه البروبليم كاين تهميش من هذه الجهه صدر الناس ما كملتش في هذا المشروع دونك اوتوماتيكمون لي زونسيان جوار ما عندهمش سنعود لك شعب سنعود طبعا الى شعب المسقان الى محمد خزروني ولكن للمره الان لسنا ضد المدرب لا التونسي ولا المغربي ولا المدرب الاجنبي ولكن نحن نتحدث اليوم عن شبيبه القبائل من حقنا نتساءل نوعيه وهويه المدرب الذي يدرب هذا النادي الكبير النادي الذي دربه خالف وزيفوتكو وهاروني واسماء كبيره مرت على هذا النادي العريق الذي سنتوقف عنده في الجزء الثاني لكن بعد هذا الفاصل. من جديد نحييكم طبعا في الجزء الثاني الحديث لا زال مستمرا حتى ما بين الفواصل الاشهاريه التي كانت تبث عبر الاتيل الان سنتوقف
عند شبيبة القبائل. هل الأزمة دخلت بالفعل إلى البيت القبائلي أم أن ما يحدث هو زوبعة في فنجال، أم أن بالفعل الأمور أضحت جدية وسحب البساط من شريف ملال أضحى ربما لأيام معدودات؟ سفيان أو سعيد زواوي، راني غير سفيان، سفيان سعيد زواوي عضو الديركتوار السابق قريب من شبيبة القبائل، ما تقدرش تقول لي اليوم ما نعرف والو شنو يحدث في البيت القبائلي. بكل صراحة اليوم غضب كبير لدى الشارع القبائلي خصوصا أنصار شبيبة القبائل، لا نقول الكل ولكن الأغلبية القصوى. بالفعل هل اليوم فيه أزمة اليوم في بيت شبيبة القبائل؟ وهل اليوم شريف ملال ما وفاش بالوعود تاعو 50 مليار والمشاريع والكلام المعسول، ولكن في آخر المطاف ولا شيء من هذا القبيل شاهدنا اليوم في البيت القبائلي؟ Ah, je pense que les supporters, ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de... Avec la GSK, c'est un club de titre, c'est logique. Smart Ward, un ancien joueur, parlait qu'on a eu la Coupe d'Afrique, et l'année d'après, il voulait encore la Coupe d'Afrique. Donc c'est un club qui a l'habitude de jouer sur des titres. Maintenant, pour dire qu'il y a vraiment une crise, moi je pense que... Moi, je n'appellerai pas ça une crise. Pourquoi? Parce que Mellal, c'est vrai, il a c'est normal. Et on dit qu'il y a celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'erreur. Donc, quand on revient à les promesses de Mellal, c'est vrai, il a promis 50 milliards, mais de vous à moi, je connais Gigi Blick 50 milliards dans le CAF d'Zaïre dans un club de football, un club qui est en faillite. Mais Huawei les a promis. Mais Huawei, بارك الله فيك يا رشيد. Oh, mais allez, même s'il les a promis, peut-être qu'il les a pas promis pour les mettre sur place tout de suite. C'est avec ça, Balak, sur la longueur de son projet. Balak sur 3 ans. Huawei, monsieur Huawei. Balak sur 3 ans. C'est comme ça qu'il vous a succédé. Non, non. Ana maleesh, il m'a succédé. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a personne qui va le succéder. Fahmt? انايا حنا كونتينيتي في الديريكتوار يا في مسيو ملال كي كوري ديرير نو يا في كلكان كي فولي روبروند اي كلكان كي ايتي اشارني بور بروندر لا جي اس كا شكون كان وراه؟ شكون كان وراه؟ بعد يقول انا راه برابو اللي كان وراه شي ملال يديرك كان يتحدث باللغه تاعو ما شكيتش جو بونس كو برابي لا ابروشي ابري دونك كي نوليو الوعود تاع ملال واش بون كاين هذه 50 مليار سي فري سي لو بوان نوار Quel le centre de formation? Le centre de formation, il va arriver. Je pense qu'il va arriver. C'est un centre de formation qui a été promis qu'il allait être réalisé par Rabab. Bien sûr, il a mis de l'argent. Quand il n'a pas mis de l'argent, je pense que vous n'allez pas le retrouver aujourd'hui à la GSK. Ou il a dit GSK, il dit GSK. Il y a le bilan. Il y a le bilan. Quand lui donne son argent, il est prêt à partir. Moi, je ne vois pas. Il y a le départ. Donc, quand on vient aux promesses de Mellal, le projet TAE, c'était quoi? C'était de la formation. C'était de la formation. Jouer les titres, renouer avec les titres. يعاود تولي تولي الشبيبة المكان اللي كانت مقبل. اتوندي يا 10 ans يا 2 3 ans جوي تو لي جور تو شاك اني لا روليغاسيون صح فهمت جا في المو دو جانفي 2018 الفريق ما سقطش وصل نهائي كاس الجمهوريه وبعدها وصل نهائي لكاس الجمهوريه ونارتي لا 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 فينال دونك ومن بعد Il a fait une équipe. On a fait une équipe. Il a fait un bon parcours. Écoutez, quand vous occupez un poste de responsable, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Impossible. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Même si vous faites un excellent travail, il y a toujours une catégorie de personnes qui ne va pas aimer votre travail pour X raisons. On ne va pas les citer maintenant. Maintenant, quand vous parlez de ça. Chab, mouche mchab. Alors, la marche, elle était devant chez moi. Il y avait à peu près 300 personnes. Vous pensez que 300 personnes, c'est représentatif?
لا 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 كنت اسمح لي سعيد لا لا اسمح لي استنى خليني كمل اسمح لي لا لا نقطعك هنا اسمح لي نقول بك هذه لا 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 اسمح لي لا لا سي با مونولوج سعيد لي سيبورتور لا اون دروا دو بروتيستي جي با دي سعيد تفضل تفضل معليش معليش وقت لا اسمح لي انا بور موا او ديبار يافي 300 بيرسون جي لك محمد على ريفي بتات لا ولايه نافي بوكو بلوس جي بارل با دو لا ولايه اسمح لي انا جو سوي او ستاد chaque week-end. Raak tchoufni tma f Tizi Ouzou. Quand un stade, 20,000 personnes demandent le départ du président, ana l'ayina hadi ndir aliha. Akid. Smah li. Bach tchouf li 300 personnes. Un petit rendez-vous. Ana nadrou al masira, ana nadrou al stade. Ana nadroulikch al masira. Ana j'ai été là-bas contre le Raja. Ana j'te pas contre le Raja. Contre le Raja, j'étais au stade. Tout le stade réclamait le départ de Mellal. Pas tout le stade, peut-être la majorité, mais pas le, tout le stade. Non. 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 Tout le stade. J'étais au stade. Tout le stade. Qu'adou ce stade, une heure après le match. J'étais au stade. Mais je n'ai pas dit qu'il y a un seul. عميروش معنا عبر الهاتف طبعا أحد صانعي أفراح شبيبة القبائل فوزي موسوني. فوزي مساء الخير. السلام عليكم خويا كمال ومرحبا بضيوفك. شكرا. فوزي موسوني بكل صراحة 20 سنة اللي حناشي الرجل بقي متمسكا بمصيبه في السنوات الاخيره. شريف ملال جاء في وضعيه جد صعبه حتى نعطي حق الرجل يا ناس، فلا كان يلعب من اجل السقوط. سلك من الهبطه، نهائي كاس جمهوريه، موسم ثاني مرتبه ثانيه، مشاركه في رابطه ابطال افريقيا بتعداد يلعب لاول مره هذه المنافسه رغم انه شبيبه يبقى اسم كبير في ادغال افريقيا. هل ترى بالفعل ان شريف ملال اخطا اليوم في عديد الامور؟ وهل الشارع الذي تحركه البعض الذي تحرك لسحب البساط يعني محق في ذلك؟ تعليقك فوزي مسعود. جو بونس كمال اليوم هذا لو بريزيدون هذا ما عرفش كيفاش يدخل لهذا لو كلوب باسكو ديجا بدا ارما كيما قلت بزاف ولا بزاف يهضر باش يقول جو بي رام لي 50 مليار وندير ان سونتر الدنيا وعلى بالنا شكون راهو موراه. المشكل في هذا الانسان دخل في مناوشات مع الفرق تاع الفرق في الجزائر في البطوله ودخل معاه مناوشات مع الجمهور تاع القبائل. ولو بروبليم اليوم في لاجياسكا سي المساهمين هما اللي داروا الثقه في هذا لو بريزيدون اللي الي انكونيو في الباتايون ما يعرفش سي كوا لو فوتبول. ولونترينور اللي جاز ديما هضرها باللي قال لهم سي ان فو. وانا بالنسبه ليا هذا الرئيس هذا ما يعرفش هو والشقيق ديالو ديجا عنده الشقيق مبلوكي لاباج تاع الفيسبوك كي تكون لي كريتيك لاباج اوفيسيال دو لاجيسكا كي تكون لي كريتيك يحب يبلوكي لاباج سي با نورمال. وزيد يدخل في مناوشات ويضرب ان سيبورتور سي تري غراف. لي غران ديريجون لي غران بريزيدون جازو في لي كلوب افيك دي تيتر ويكريتيكيوهم. اليوم حنا بالنسبه لنا هذا الانسان هذا بريميرمون ديجا بور اتر بريزيدون دو لاجيسكا لازم تكون عندك الهيبه. واليوم في الفوتبول ديالنا يحبوا الناس اللي تحكم العصا من الوسط، ما يهضر في هذا باش يدومونديو في الخدمه. اليوم كاين حاجه هاد لي ديريجون اللي راهم في لاجياسكا ولا بلوبار كاع ما كانوش، انا بيرسونال من نهار كنت نلعب ما كانوش كاع هادو. لو كان كاين نيه صافيه باش يخدموا يديروا اليد في اليد مع لي سيبورتور وكي تكون كاش حاجه يفريوها غير بيناتهم. مي كي تدخل في مناوشات مع لي سيبورتور وتبدا تسب فيهم وتقول كلام غير لائق، هذا الشيء هذا غير مسموح اطلاقا على كما يقول لك اون ديريكسيون ولا ان بريزيدون تال كو مسيو هذا ملال هذا. حسب روحو عم بالو راهو في الغابه يحب يولي طارزون. اللي يهضر يقول له شارعك، اللي يقول كش حاجه يقول له يروح يحبوا يتحاماوا له. طيب وبين الاعتذار اللي داروا اليوم شريف من الانصار شبيب القبائل كما الاعتذار ولا شاك فوا تدير غلطات اوتونك بريزيدون دو كلوب ودير اعتذار هذاك سي با نورمال. انا بالنسبه ليا واحد لي كيما يقول لك يديماري لا سيزون ديالو يقول سلكت ليكيب. واش عليه سلكت ليكيب يا خويا؟ يعطيك الصحه كي سلكتها راك تكلاسي دوزيام. انت اونترينور ما قدرش تقارديه على جال لو سيربلوس معناتها على الشهريه باش تزيد له انت ما قدرتش شي الاخر. ومن بعد كي تلعب كوب دافريك. فوزي موسوني عفوا المقاطعه على ما يقوله فوزي موسوني. يقوله فوزي موسوني بون سي فري كي دي زاكت كي سون كوندانابل بون
c'est des actes qui sont peut-être condamnables. Le fait qu'il se comporte comme ça, bon, ou dans l'attirer à bas qui te compte d'emsron ou de nier, c'est beaucoup. أنا كنت جيت بريز أون ماروك بون دوكا ما لازمش ثاني نزيدو نكبرو لافير باسكو جازت عندها شهر فاتت كي سبوك هكذاك سبونا في الستاد أنا كنت سبوه في الستاد اون بليس سي اون بيتيت اون بواني اون ديزان ديجا دخلوا 10 مينوت قبل ما يبدا الماتش قبل ما يبدا الماتش استنى كي نكمل قبل ما يبدا الماتش بداو يسبوا كمل الماتش بداو يسبوا قطعونا في الطريق وبعد جاو لوتيل حتى لوتيل بداو يسبوا ثاني بون ما حملش سي كيما يقولوا دروش تندار بون ابري سي دي زاكت كوندالاب بيان سور مي ابري فو با فوار اونيكمون هذا الاخر السيد سي تيكسكوزي كيما يقولوا une faute qui m'a voulu pardonner et smis une faute avouée à moitié pardonnée سعيد حول والله الشباب القبائل كل ساعه لو كنت انت اليوم على راس الشباب القبائل والله الحلول اكتوالمون حاليا ما يحدث الحلول الحلول سي لو ترافاي الحلول سي لو ترافاي بور رونوي افيك لي ريزولتا يو بلوس كي نقولوا لي ريزولتا ما انا ما على باليش انا العام اللي فات كنا اسيت ايبوك لا اون افي 26 بوان واسمها ليوسما إلا في 33 بوان وبعد في الروتور ليوسما شحال زادت باش دات شامبيون 13 بوان ولو كان نقلبوا الأحوال صافي دير لا الروتور تاع ليوسما لي ريزولتا تاع الروتور درتهم في لالي أكيد دونك يولي عندها 13 بوان في لالي دونك نحبسوا الآخر لو ريزول كيما يقول لو بيلون يسفي جاي عبي راس بن جدو نعودوا للجمع تفضل محمد خزر تفضل وعندنا pardonnable un président d'un club de tel que MJSK un président il gère moins un supporter c'est grave شوف هو كي جا ان باردونال دوك ميم حتى هو يحب يدير باردون ويديرها بوبليكمون كيما دارها دركا سي 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 غراف واش دار سي ان اكت ان باردونال واشني حبيت نقول لك حاجه كومون سا سفي ان بريزيدون اللي جا وخدم خدم كيفاش خدم خدم العروش وراح للاخرين لايم كاع هذاك الشعب وكذا اكزا الى في ان بون ترافاي وعلاش كسر هذاك لو ترافاي اللي داروا سيد مع رؤساء الفرق ما خلى فرق ينا با ريسبكتي كلكو زيكيب ينا با ريسبكتي لي بريزيدون ينا با ريسبكتي روفا دخل في واحد الحاجه سيت شوف واحد كيبدا ديال ديبا كونتي في دون ان كلوب كيما قال لك لازم تكون عنده هيبه كيما قال فوزي تا هي راك حاكم جياسكا ماكش حاكم نيمبورت كال كلوب جي اس كا راك تقول باللي سي تا كلوب دو تيتر دونك اوتوماتيكمون كيس كي فو فير يفو كو تو سوا ا لا اوتور دو كلوب صادير انت تجيل هذا الفريق باش تعطي امكانيات كبيره زيد كي تكذب كي تفطر الاخر والكذب واش دير حشيه باش تعشى يا اخي هكذا يقولوا ناس بكري تما اليوم جي اس كا تا جيت افيك ان بروجي قلت باللي راح ندير سون دو فورماسيون جبت راح ندير 50 مليار حتى وتقول باللي 50 مليار كيما قال عمروش ماشي انت قلت له في بيريود ا لون تيرم بصح اليوم رانا في تروازيام اني لخاطريام اني ورا لون تيرم فورماسيون شكون كيل كلوب كي افي ان سونتر دو فورماسيون الجيري شكون ولا سونتر فورماسيون وداروا سونتر دو فورماسيون انتم بالكي دير هذا برك الواحد فقط إيه. شفنا انا ذاك شفنا روبورتاج شفنا روبورتاج تاع رباب هو اللي راح يدير لي سونتر دو فورماسيون اي فوالا فوالا سي با سي با لوي على كل حتى ما تخسروني فوالا دونك لوي الا ديك جالي فير ان سونتر دو فورماسيون يا رب راب لا لا نيه بروبوزي باش يديروا لا يقولوا لا لا ما ديروش يقولوا لا لا ما ديروش il vient d'avoir le permis de construire même pas 15 jours ou là un mois ou là un truc comme ça donc il va se faire mais الناس لازم quand même شو يصبر فهمت انا علاش هذا البروجي على كل سنه ودي لك سعيد زويل راني معاك ما فيش صبر بصح وين كنا سعيد زويل 10 سنين ونا با سعيد زويل سنه ودي نوضح فقط محمد خزروني انه سعيد زويل هو عضو سابق في الديركوار قال من شبيبه القبائل لا يمثل شريف عفوا لا يمثل شريف ملا اليوم وليس مدافع شريف ملا بل يتحدث عن وضعيه شبيبه القبائل وهو مشكور لتواجده معنا اليوم على المباشر اقل عنده الشجاعه اليوم للحديث عن ما يحدث في شبيبه القبائل حتى نعطي حق هذا الرجل المتواجد معنا على المباشر وملل في كل مره نتصل به لكن لا يرد على المكالمات ولا ايضا يأبى الحضور معنا في البلاطوهات. عميروش بن جدو نعود لك للجمعيه الاستثنائيه للنادي الهوي، هل تراها في وقتها وهل هذه الجمعيه باستطاعتها ان تسحب البساط اليوم شريف ملل قبل ما يروح فوزي موسوني؟ بيان سور تقدر تسحب له البساط لكن بك جوست قبل ما نوصل تفضل تفضل باش نعقب على واش قال سي زواوي انت كشغل 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 حصرت المشكل في لي ريزولتا البروبليم تاع جي اس كا سي با لي ريزولتا اكيد لي سوبورتور دو جي اس كا يعرفوا فوتبول
ويعرفوا القيمه تاع الفريق يعرفوا الفوتبول نو نو ستادير انا نهضروا على جياسكا يعرفوا الفوتبول وسورتو كون تو لور برومي كيك شوز il faut aller au bout كي جا شريف ملال انا نشفى لي ديبي تاع شريف ملال الى في دي بروميس ويلا انت واحد فيهم انت وماجان و اي جودي الى كريتيكي فوتر ترافاي دوكا جو كومبرون تاك تهضر باسم جياسكا تا بوزيسيون سي كو سي با بيان لو كان ملال يروح دوكا باسكو تحب الفريق وغلقت هذيك الصفحه مالغري فوزا كريتيكي بصح هو باش جا لجياسكا جا لجياسكا اون كاسون لو سكر كيما يقولوا على ظهركم الى كاسي الخدمه تاعكم وبروما حوايج واحد اخرين يديرهم بنا المشروع تاعو على واش على كيما يقولوا المشروع تاعو بناه على دي بيي دروا اللي فيهم ربراب جيت كوم اسيس فينانسيير ربراب راح له بناه على دوما اللي قال لك نجيب ان اونترينور فورماتور افيك سون ستاف وحاوز دوما ولي جو علاش تقول ربراب راح له ما راحلوش ربراب علاش راح له ربراب بليون كور سبونسور دو لا جي اس كا il n'est pas جيت. بارتنر Comment c'est, il n'est pas partenaire? Non, il n'est pas partenaire. À la colline. Quel bénéfice le pouvoir, Saïd Zouaib pour ça? Il a tout. Saïd Zouaib, quand même, qu'est-ce que je veux dire? Quel bénéfice le pouvoir? نفس القوة exactement بون الى ايت فيلي كان شعبان مسخال لم يشاركنا طبعا على الموضوع تاع شامي بات القبال وشعبان مسخال طبعا يبقى مدير عام رياضي لفريق نصيحة حسين لكن نطرح له سؤال حتى يشاركنا في هذا الجزء حول ما يحدث في هذه النوادي جيب باموالك انت ماشي مليح ما تجيش باموالك نفس الشيء المعارضة في كل الفرق التكتلات في كل فرق للاسف هذا هو حال كرة القدم الجزائرية فوزي موسوني هل ترى الحل اليوم في جمعية استثنائية لصاحب البساط مشرف بلال ومن تراه الرجل الانسب لقيادة الشبيبة في حالة تنحية الثقة من شريف فنلال فوزي موسوني هل أنت في الاستماع؟ نعم أنا في الاستماع هل سمعت سؤال؟ نعود لك سؤال الرجل المناسب اليوم الرجل المناسب هل جمعية النادي الهوي باستطاعتها سحب البساط اليوم تنحية الثقة من شريف فنلال؟ اليوم كاع المساهمين لازم يروحوا واش صاحب الثقه هذا كاع خطاو اخويا كمال اليوم الناس كاع من المساهمين هادو داروا اخطاء وهم يتبعوا في ملال ودوك حابين ينقولوا صاحب الثقه كاع خطاو كاع كي البريزيدون كي المساهمين كي هاد لي ديريجون اللي راهم مع ملال انا بالنسبه ليا ماشي هكذا لان اون فاكونسروير اون ايكيب تيل كو لا جي اس كا انا جو فوا با هكذا لو جو كونسوا با لي شوز عندك اشوف عندك حاجه برك كاين دي ديريجون صافي نعرف هاد الناس شكون يجي وراه البديل اليوم في الفرق اليوم في النصر يطلبوا والجميلي بن راحي اليوم في كل فرق طلبوا بن راحي اين هو البديل اليوم يا ناس ولاش تي بونس انت رب نهار كنا نديو في ليكوب دافريك رب ما كانش يحب يحكم جي اس كا رب يحكم هادوكا لكن يساهم تفضل سعيد مع بقى مع سعيد ايه دونك ما كاش بديل دونك ما كاش بديل سي فوزي انتوما سعيد انت كيما قال لك الجورناليست خويا انتوما كريتيكاكم انت وما جانو اي جودي دونك انا ماشي لي كريتيكيني نعاود نرد له بلي كريتيك كوم يعني دو غري بيتيتر فوا با لي شوز على بالك بلي هذا ملال الى با لي زيبول باش يكون بريزيدون في لا جي اس كا لازم تكونوا كوريكت مع لي سيبورتور هذا ما كان Mais je suis correct avec le supporter. Non, 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 كيفاش واحد فينا ما يقدر يقول لا ما تقدروش تقولوا له لا لا يدير واش يحب لي بريزيدون دو كلوب ارواح انت شدها ارواح انت شد لو كلوب اسما مولا تقدر تقول له لا مي لي بريزيدون دو كلوب فوزي سي لوي الى مي سون ارجون دون كلوب اي لي بريزيدون دو بي سي ا يا ودي واش الى مي دو لارجون كل ارجون تاع معليش جيب البديل لي فالوي رومبورسي سون ارجون ولا بارتي زوي اسمح لي راني قديم عليك في شارجو نتا سيبورتور انا جست جوار في هذا الكلوب جو كوني بيان لي سيكري تاع الكلوب هذا معليش فوزي اون ني با لا اون ني با لا اجوردي اون ني ديفون اون سيتوياسيون فوزي اون ني با لا قلت لك اجوردي اون ني ديفون اون سيتوياسيون او موا اون تانك سيبورتور دو لا جي اس كا proche de la GSK, je défends le club de la GSK. Mais la belle,
هذا ما كان، انا ما قلت والو، انا قلت باللي واش راني نشوف واش هو يدير خطا، هذا ما كان. شكرا على شكرا على لي كومبورتمون تاعو فوزي، ماشي على لي ريزولتا. لي ريزولتا لا 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 ما مليوش. واش درت واش درت كلاسي دوزيام؟ جو يفشي جو يفشي ولا يقول لكم كي تجوزوا المجموعه دوزيام ما فاجئكش دوزيام لا روليغاسيون دوزيام فوزي، ماشي ماشي حاجه بور توا. شكرا فوزي مرسولي على المكالمه وعلى التواصل معنا وايضا للسيد زواوي. طبعا الراي والراي الاخر طبعا هو شعار البرنامج، برنامج طبعا نحكي بالون. نذهب الى فاصل نعود بعد لنواصل. شكرا لفوزي موسوني، سنتواصل في الجزء الثالث للحديث دائما عن ملفات متعلقه بالانديه الجزائريه، شبيبه القبائل ونصريه حسين داي. من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج جحكي بالون. سنختم طبعا الملف المتعلق اقول بفريق شبيبه القبائل، وللمره الالف لسنا مع اي طرف كان، يبقى كل في منصبه حسب القانون طبعا الذي يخول له المهام والصلاحيات. عن شريف ملا طبعا نتحدث. سيد زوبي ربما عندك اضافه تعقيب حق رد حول ربما قاله فوزي موسوني او ما يحدث اليوم في بيت شبيبه القبائل. انا على بالك ما on n'est pas vraiment satisfait à 100% du travail de Mellal. Mais il faut voir non plus qui tchouf le casse, لازم تشوف la moitié. Ma tchouf برك la moitié qui est vide, il faut voir la moitié pleine. لازم تقيم الخدمه اللي خدمها هو ثاني. Le club il est sécurisé maintenant. Ana qui écoute, le club il n'était pas sécurisé, il était très très mal entouré. Il y avait plein de gens qui viennent de partout. N'est-ce non. À l'époque, tu ne pouvais pas faire une séance d'entraînement. Les voyous, tu parles de voyous. Non, ce n'est pas mon terme, hein. C'est toi qui le dis. Ouais. Moi, j'ai dit des personnes. Sécurité. Sécurisé, oui. Ouais. À mon temps, c'était difficile de faire une séance d'entraînement. Elles tunnelent, elles accrochent les joueurs, etc. C'est maintenant je pense que le هذا المشاكل كامل راحوا. ومن بعد كي نهضروا على لي ريزولتا انا pour moi il y a pas quelque chose d'alarmant. Maintenant le comportement تاعو il faut qu'il le change, on est bien clair. Les supporters c'est ça. Duma, quand on parle de l'affaire Duma, ana Saïd Zouaoui qui est derrière le grillage, je suis contre روح Duma. نقول هذا tout de suite. Tu voulais dire quelque chose à les actionnaires. Après, ça va arriver. Mais qui te trouve d'achel, c'est-à-dire pour collaborer avec Duma, d'achel l'achel, c'est une autre histoire. Donc, un en tant que supporter, je n'ai pas besoin de Duma. Pourquoi? Parce que c'est un staff qui a réalisé un objectif qu'on ne s'attendait même pas. Je vais aller à Bélocan, GSK. L'année passée, elle était classée dans le milieu ou l'achel, mais on est victime du succès. Quand on revient aux actionnaires, les actionnaires, c'est de leur droit de ne pas être contents par rapport au travail de Mellal. C'est de leur droit de reprendre le club. Mais s'ils veulent reprendre le club, qu'ils ramènent l'argent. Qu'ils ramènent l'argent. Ou là, qu'ils donnent une solution. Qu'ils donnent une solution complète. C'est quoi la solution complète? Khoya Mellal, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec tes résultats. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Aujourd'hui, on a flamme. هاملك هو حقك روح تروح لوي فاغو او مي سا سي vous avez le même discours qu'avait Hanna chi واحد الوقت non c'est à dire après Mellal c'est le déluge non c'est pas le déluge je suis pas d'accord c'est à dire كفاني رجازن و كبير non لا رجازن مي روح Mellal ثرا qu'est-ce qui va prendre le club je suis pas d'accord qu'il ouvre le capital ou li حبي يجي il ouvre le capital c'est pas lui de il a promis non كان اسمع عمير الخوصه كان اسمع اللي يحب تشجع سكا مي بيان سور انت تعطي انا ما نعطيكش ما نعطيكش ما نقدرش نعطيك اسماء باسكو الناس هادو ما عطاوليش تفويض باش نمد الاسماء ولكن ملال كي جا قال لك لو كان ما يفتحوش الكابيتال ما نجيش هو ملي جا ما فتحش الكابيتال سي با ملال كي اوفر لو كابيتال اي لو كونساي سي لو بريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون سي با لو سي لي اكسيونير اي في ان بروبوزيسيون سي لو ما لاكسيونير سي هل جمعي اي في لا بروبوزيسيون سي لا في لا بروبوزيسيون مي بور لوغمونتاسيون دو كابيتال اون ميور سي جوي من الفضل تعرف سي جوي هل الجمعيه الاستثنائيه التي ستقام يوم 5 فبراير يعني تشوف 8 فبراير جو بونس با كيل فافوار اباك ما تقدرش دير جمعيه استثنائيه هكذا جمعيه استثنائيه سوفيا ابري 15 جور فو انفوي لي كونفوكاسيون مينيموم سي 15 جور دو ديلي لازم يلحقوا لي كونفوكاسيون ايتترا اي انكور
الجمعيه الاستثنائيه الباتر كو سور بروبوزيسيون دو بريزيدون دو بي سي ا سي البي سي ا سي شريف ملال كي دو محمد خزروني كمحلل قضيه الشباب باش نقول ملف الشبيبه كيفاش شفت اليوم لا نتمنوا انه واش راهو يحكي لنا واش راهو يحكي لنا زواوي يحكي في دي تروك عقلاني صادير ان بون كومبورتمون تاعو ولكن حنا نتمنوا انه جياسكا ما تكونش بالصيغه هذه لانه الشيخ ملال هذا لازم يسقم لو كومبورتمون تاعو باش يعرف انه راه في فريق يعيطوا له شبيبه القبائل، شبيبه القبائل ما تبروميش الناس ومن بعد تولي كإضافة مشاكل. لما كان جاي شبيبه القبائل كان مع شيف عبد السلام الذكر، كان مع عماره مراد، كان مع عديد لاعبين الله يهلاه بالحسن تشيبالو، ابري الناس ما شفناهمش اليوم عبود راه مغيب الشبيبه جوستومون ديال ديبار ما يحضرش لي كونفيرونس. فوالا راح نقول لك كمال الى تيوتوري ديال ديبار هو جاب عقليه. اليوم شكون اللي يبدل عقليته اون سي با؟ نقول لك علاش، لانه ما باختصار باختصار خويا كمال سي تري امبورطون، لانه علاش اليوم انت جيت وجبت معك يا اللاعب الكبير عبود وجبت معك بعض اللاعبين ومن بعد تيونيوري هادو الناس بوركوا؟ علامة استفهام. هذه الأشياء التي سوف نتركها إلى نهاية هذا العدد من برنامج حكي بالون. إلى نصرية حسين داي، وطبعا التحضير لمرحلة العودة باسم بابن الفريق بوجه ليس بالجديد القديم الجديد، هو المدير العام الرياضي شعبان مرزقان. شعبان مرزقان، السؤال الذي يطرحه أي مناصر اليوم للنصرية، ما هي مهام شعبان مرزقان اليوم في فريق نصرية حسين داي؟ هي ماشي نصر تاع حسين داي، نصر حسين، نصر حسين، نصر الرياضي لي حسين داي. علاش باش باباي كورشي كمدير تقني، مدير تقني، مدير تقني. وما يخفاكش الفريق جاز عده مراحل، ونقدر نقول لك اليوم راه في مرحله لاباس بها، وين عارف كيفاش يتحضر، كاين طاقم فني راه على كانت ازمه، ما كاين والو، كان حتى ازمه ولي سيبور، ولي سيبور زولي خرجوا، ولي تروا سيبور، ولي تروا اونترينر اللي تنحاو في مرحله الذهب. اليوم الثالث اليوم في جودي بعد ذهب سكارو بانو والخضر عجالين وفي مدرب ثالث. هنا دوك ديت الوقت بزاف على شبيبه القبائل وخليت لي شويه لا لا خلي لك عندك الوقت شعب. لا لا واش دات الشبيبه تديها نصر حسين داي؟ معليش تفضل. كي تحب نتكلم على المرحله ولا اللي كنت على راس الفريق ولا نحكيو على بدايه الموسم؟ لا لا بداية تاعك انت مع الفريق صح. ما هنا ما كنا نتكلم على رحيل المدربين وما يشبه. الان كاين طاقم فني على راسهم اي جودي، طاقم فني ما شاء الله متخلق، عنده امكانيات كبار. انت كنت وراء استخدامه شعبنا في المقاطعه؟ كنت ما بين وراء على مو اسبوع كاس. لا كما يقول لك تكلمنا على المدربين الجزائريين، نختار اي جودي لاخاطش عنده كل الكفاءه ويعرف يخدم مع الشبان ويعرف يخدم مع الفرق اللي تكون في المشاكل، فهمت؟ وهذا كان اختيار جيد. ميم حتى أغلبية مشجعي نصر حسين داي هما اللي اتصلوا بيا وقالوا لي ومن فضلك ولا تقدر شوف لنا عز الدين أيجودي. وكان الاتصال مع رئيس الفريق وتفاهمنا معاه، وعنده طاقم فني كما أقول لك كفاءة كبيرة، ولهذا داروا تربص في شلف، وكان تربص ناجح. ولحد الان كما يقول لك الشبان هادو راهم يدربوا كل ثقه بافيك لو سورير، رجعنا لهم الثقه هذه. حتى المشاكل تاع اللاعبين كما يقول لك لحد الان كل المشاكل تاعهم قدرنا باش 80% اون لي زاريغلي، كي تاع الساكن تاع الاجر تاع، فهمت؟ وتدريجيا من اليوم لليوم رانا نحسنوا معيشه الفريق في التدريبات، في خارج التدريبات، والحمد لله. وهذا بفضل الرئيس والممول ماشي مرزقه اللي عنده امكانيات وحطهم كيما يقول لك. حنا اون دوني دي زيدي كيف الفريق هذا، باسكو فريق عريق ونعرفوا نصر حسين داي مدرسه اكيد، وعرفنا كيفاش نقنعوه باش يكمل مع هذا الفريق ويمول الفريق. ولكن الى توجور سون موادير هذه ما يخفاكش، ولكن هو دار ثقه فيا كبيره وانا جيت نصر حسين داي. فهمت؟ سر شعبان مسقى بكل صراحة، عند قدومك كمدير رياضي هدأت الأمور اليوم في بيت النصرية بكل صراحة. ولكن الحاجة الأولى الثقة. هل عندك قبول اليوم مع الأنصار؟ لا لا الحمد لله. كي نقول لك سا ديباسي الأنصار، دوك راني مع المواطنين. أكيد. دوك خرجت من الأنصار كي نحبط في الدروج كيما يقول لك النساء، يقول لك يا أخي نصر حسين داي لاباس بها وما تحبطش وكذا، خرجت. حتى اليوم
كلمتني في الهاتف وكنت مع تفضل الشبان تاع المدرسه تاعي مهتمين بنصر حسين ده باش تكون في الباقه، والحمد لله دوك عندها كل امكانيات باش هذا الفريق اللي راح يدير ويلعب خمس مقابلات كما يقول لك سي دي ماتش دو كوب، وفي اقرب وقت راح نخرجوا من هذه الازمه. ولكن في الوقت كما يقول لك الواحد يتكفل بالاكابر، ولكن فيه مشروع متعلق بالفئات الشبانيه وين كون دونترينمون ان سون دو فورماسيون، واتصلت بالمعنيين حتى بور ان ستاد بور لو ناد ان بيسين ايو ساندي اي ان سال اومني سبور. ما يخفاكش باسكو الناد ماهوش كره القدم برك، لو فولي كره السله كره الطائره، الفولي شامبيون دافريك لو بلو تيتري اون الجيري ما عندوش من بقاعه، فهمت؟ وهذه اتصلت بالمعنيين وسهلونا الامور باش نبنيو حسين داي ونصر حسين داي كما نقول لك اي اون ريفيا لا شوز بريمورديال. حتى الحاج عمار بوديسا قال لي شعبان سي لا فورماسيون سي لا فورماسيون، هذه النصر هذه النصر، وانا نتكلم اللغه تاع عمار بوديسا باسكو علاه رفدناها عليه والحمد لله، هو كون انا كونت ومادا بينا جايين واحد يقول باسكو علاه كي نتكلم لا بليبار يقول لك ان بروجي سبورتيف، يمسح قول لي شنو هو البروجي سبورتيف؟ سي دو فورمي et de transférer les joueurs, de renflouer les caisses. Ou bien, hadouk, zit tibni, le centre de formation, mais je sais. Parce que, là, Hussein Day, c'est un quartier qui m'a dit que nous avons 20 000 spectateurs, il nous faut un stade de 15 000 places. Ou hadi, on a eu un peu de temps, mais je sais pas si c'est un peu. L'homme, le chalet, j'ai dit, Mohamed Khazalouni, fait Nasser Hussein Day, ou fait Nasser Hussein Day, qu'il m'a dit, Amir Roche Benjidou, qui fait le chalet, كانت بقيادة مراد الحلو، أزمة أموال، الشارع يطالب برحيل ولد جميلي، ولازم الشارع يعرف باللي ولد جميلي محفوظ هو اللي كان يمد على صكوك اللاعبين، لي ميزوفر هو اللي كان يمد الأموال، لي سيرفات اللي شراهم لافي تاع ماتش كونتر مولودية داجي سي محفوظ ولد جميلي. أنا عندي هذه المعلومات وعندي مصادري. ماذا أضاف وماذا قدم هذا مراد الحلو لفريق نصر حسين داي رغم محمد خزروني هو اللي كان وراء صفقات انتقال لاعبين؟ عن طوقا يتحدث، عن مواقع يتحدث، عن اللاعب زردوم أتحدث، بغض النظر عن نوف الخاصف الذي سينتقل لبوردو راح يأكدها لنا أو ينفيها لنا شعب المسقط. تعليقك. لا أنا حبيت نقول باللي على الحلو كيفاش اليوم راه في ميداحة حسيتين بعد تعيين لاعب مرزقان وشنو محله الإعراب اليوم، لأنه نعرف باللي شخصية شعبان ما راحش يكون عنده دخل في الأمور أمور تقنية، هذه مفروغ منها لأنه نعرف شعبان وكنت تعاملت أنا وشعبان في اتحاد بليدة. أنا الشيء اللي حبيت نقول اليوم تصريحات اللي رانا نشوفه فيها اليوم لحلو أنه يتكلم عبر القنوات ويقول بلي أنا درت ووسيت وكذا، اليوم كي يجي شعبان يقول لك أنا راني مسؤول أول مديرية. إيه هذه الشيء كذا. أنا حبيت أقول نحكي لك يوناني هكذا صارت في بليدة، الاتحاد بليدة كي جاء لحلو أنه سير الفريق، وكنت أنا تكلمت من منبر تاع قناة البلاد قلت بلي أنا ما كنت عندي لا دخل لا من بعيد ولا من قريب انه جا لبليده، لانه كان يجوز معايا دون زان بلاطو، وبعد بعض الناس قال باللي خزروني وجب، انا عمري ما جبت الحلو وعمري كذا، ولكن كاين امور اخرى في بليده على بالك ما تنساش باللي لا يوان شك تاع استخدامات تاع اللاعبين تاع 400 مليون اللي اليوم راه مدين في اتحاد بليده، وكان عطاه له 400 مليون عطاه له هذا انسان اندستريال تاع بليده جوسكا بريزون جمال ماتيكي اللي عطاه له ان سوم كيما هذه. اليوم راهو يقول باللي جمال ماتيكي انا كلمني في التليفون وقال لي يا ودي على الفلوس تاعي شكون اللي يرجعها لي دركا. درك انا نقول باللي لحلو اليوم كان في مدية كان في أخرى، أنا جو لو ريسبكت أون طونك أون بيرسون، بصح أون طونك مسير شوف باللي صارت شوية فوضى. أنا نقول باللي ملاحة حسين داي يبقى فريق كبير وتسيير اليوم شوف كيكون أولاد الفريق كيما كانت شبيبة القبائل اللي بعد ما جابوا عبود، وتكلمنا على عدة هادو الفرق اللي لازم يكونوا فيها أولاد اللي لاعبين اللي جوا فوالا. تعقيب تفضل. أنا الحلو ما تعاملش معايا وأنا ما تعاملش معاه، أنا عندي مهام كما أقول لك مع الطاقم الفني الأكابر والأصغر وما يشبه في النظام، أنا ما يتعاملش معايا عمره ما يقدر يتعامل معايا. نتلاقى عند الرئيس علاه لخاطش كان هو اللي يمضي العقود وهو كان اللي عنده كان خاتم الفريق فيها حسابات. ما زلت عنده مهام شعبانية في الفريق؟ لا ما عنده حتى مهام. أنا كون يقولوا لي اليوم عنده مهام ما خدمش معاه فهمت،
وانا الانسان هذا ما نحبش نغرقه ما نحبش نغرقه نكتم جو بريفير موتار كو باسكو علاه نصر حسين دي خرجت للشارع ونصر حسين دي فريق عريق ومحترم فريق كبير وانا ما نحبش نرمي الحلول للشارع ولا جو بريفير نسكت خير علاه باسكو كيما نقول لك كانت مرحله وين كان هو عنده كرائم هو كلش هو كلش فهمت دار عدة غلطات احنا نقولوا غلطات ما نقولوش حاجة واحد اخرين باش نحميوه فهمتني مبصح انا عمري ما تعاملت معاه ما نتعاملش معاه اليوم غدوة وغير غدوة والان ملي نصبنا الطاقم الفني وما يشبه كان اي جودي والحديث معايا ماشي مع واحد اخرين طبعا هذا ما تعلق عمير وش بن جدو دائما تحدث عن نصرة حسين داي ونصر حسين داي وهديث عن مدرسة تكوينية فريق هذا يكون اليوم رغم الأزمة رغم ما حدث الفريق لكن الفريق صدر ربعة لاعبين للبطولة التونسية والبطولة الفرنسية ومازال يصدر ومازال يصدر أنا نظن لو كان يعني ما كان ماشي الحلول اللي بدأ فتا ثلاثة لاعبين هادو اللي راحوا لتونس بالك ما يروحوش لتونس وما يروحوش ب افيك لي ميم كونديسيون بالك بنفس لو بري وبنفس شنو يا اوسي بوتمان كي وكان مازال كاين بالعيد ومازال عندهم يعني لاعبين شبان اللي يقدروا يروحوا للخارج وهاد اللاعبين اللي راك تكلم عليهم عندهم اتصالات من فرق تاع القسم الاول في فرنسا بوتمان وبالعيد وبوتمان عاود وصيت له عقد جديد قلت لي شعبنا درنا رفعت له يعني المبلغ تاعو على بالك كما يقول لك لا كور ما كانتش ريسبكتي دونك الحمد لله مع الرئيس فهمت لازم تكون ان كورب لي توش ان سالير لازم كاين الحد اكيد هكذا ما يخفكش احنا ما عندناش شركه ما عندناش صنادره كاين ممول واحد سي تي بريفي الاموال تاعو الخاصه ستعرض لي حمله هذا الممول فسرها لي لمشعب المسقان يعني ممول واحد كل امواله للفريق داخل المطاف شوف يعني شوف كاين ممول واحد هما لي فرير اولتميرلي هما اللي مولوا الفريق ما عندناش شركات دوك تقول لي كيجيب سبونسر هو اللي يجيبهم فهمت كيقول لك ما داخل البلديه مد 5 مليار 5 مليار راحوا هفوه واش راح دير ب 5 مليار دوك سي بلي لو جوار في وقتنا وين كان شهار وكذا نو دوك شنو تغيرت اليوم هكذا دوك حنا ميم هاد لاكوب اللي نكمل عليها لاكوب دي باي اون فوا ريجوستي ان شاء الله اليوم لا مصل النصرية في الشهرية تاع الفريق دوك ما نقدرش نعطيك لا مصالاريال كاع ولكن باراسكوم كي تشوف واحد عنده ان بري الفي ان بي الفي وواحد تحت اللي يمد المزيد كيما بوتمان ونا ريغولاريزي على حسب الامكانيات تاعو وهذا هذا في كيما قال لك لو بروش افونير اللي يقدر يروح افيك اموال يرونفلو لي كاس بور بوفوار مثل لو كون دونترينمون لو سون دو فورماسيون فهمتني ماهيش اموال اللي راح تدخل في جيب الرئيس ولا في جيب انا اللي خاصين نتنصر بوتمان كي يروح تفورما كيما نقول لك فلوس عندي راح يمد امكانيات ل 10 ولا 20 لاعب صغار باش يعاودوا يتكونوا كيما هو امكانيات اللي راح تروح للفريق شعبا بكل صراحه كنت وراء انتقال لاعبين للبطوله التونسيه شت المبالغ الاموال شكون اللي تفاوض مع انا كي جيت كانوا هاد اللاعبين كاين اللي عندهم لي زافلون قال لهم دي زافلون كاين اللي راحوا وكذا وشنو جينا اون ريغلي باغ اكزومبل نحكي لكم على زردوم زردوم لو كونترا الى ايتي سيني سيني الكونترا دو شوز لين او تو ريكيبير لارجون ولا القضيه تروح لا فيفا لا فيفا الفات سانكسوني ومن بعد لارجون هذيك ما تدخلش لعندك تدخل عند لا فاف معناتها الفريق او خاسر لا الحمد لله لقينا درك الطريقه باش هذا زردوم باسكو زردوم هذا كي تقول للبابا ولا تقول فعايت يقول لك يروح نعرف المبلغ تاعو في الاجره الشهريه لا يقول لك يروح يحترف ولي زوكازيون هادو ما يجوش كل يوم بارك الله فيك تشوف شغل انت العقد ما بين اللاعب والفريق ولا كاين قجع عائله اللي راهي وراء اللاعب سنعود الى شعب المسقط سنعود الى نصر حسين داي سنعود الى هذا النادي الكبير والعريق ولكن ربما فيه تعقيب يريد التدخل معنا توفيق قريشي كمدير تقني سابق حول الشهادات وحول اشياء متعلقه طبعا بالمجال التدريبي توفيق قريشي اولا مساء الخير توفيق قريشي انت في الاستماع توفيق غير موجود معنا على كل فاصل نعود لنواصل والحديث دا زال مستمرا متواصلا حول فريق نصر حسين داي
من جديد نحييكم. الحديث لازال مستمرا متواصلا عن نصر حسين داي، لكن قبل هذا ينضم عبر الهاتف معنا توفيق قريشي، ليس مدير القطب الرياضي للشباب بلوزداد الحالي ولكن كمدير تقني سابق للمنتخبات الوطنية، للتعقيب على ما قاله شعب المسقال محمد خزروني وأمير بن جدو حول المدربين في الجزائر وقضية الشهادات. أولا توفيق قريشي مساء الخير. مساء الخير كمان، حييكم حيي كل متتبعي قناة البلاد. يا مساء الأنوار عباك لفوة تي أو تي أو كيف كيف على بالك دلت لك مشكل معرة ورا واحد دلت لي مشاكل بها السابق. توفيق قريشي تفضل، عندك تعقيب حول قضية الشهادات والمدربين في الجزائر تفضل. لا أولا بالنسبة للمدربين احنا الآن رنا في, في, في عصر العولمة في عصر العولمة، وبالتالي المجال مفتوح لكل المدربين بما أن من كاين مدربين جزائريين لهم الحق في تدريب خارج الوطن، وأيضا حتى الأجانب لهم الحق في التدريب في الجزائر أيضا، ولكن القضية قضية كفاءات واختيار المدربين المناسبين باش يدربوا الفرق الجزائرية، وهذا من مهام المسؤولين على مستوى النوادي. لو ناخذ على سبيل المثال التحاق السيد ديما الآن بشباب الوزداد، كان وضعنا شروط، يعني الشرط الأول بين الشرط الأول هو أن المدرب تكون عنده كفاءة ويعرف البطولة الجزائرية، والشرط الثاني ممكن عملنا أنه في حالة ما لقيناش مدرب اللي يعرف البطولة الجزائرية الحالية نجيب مدرب اللي يعرف فريق شباب الوزداد، وجدنا المدرب اللي يتوفر فيه الشرط الأول ككفاءة ومعرفة للبطولة الجزائرية. هذا كالطريقة اللي تم بها انتداب السيد ديما. إذن القضية مش قضية مدرب جزائري وأجنبي ولا قضية كفاءة، والمسؤولية في اختيار المدرب ملقاة على عاتق المسؤولين على مستوى النوادي. موش ذنب المدرب إذا كان غير كفء يجي يدرب فريق، ولكن المسؤولية مسؤولية اختيار المدرب والمسؤولية تقع على عاتق المسيرين. جيد توفيق قريشي بارك الله فيك، شكرا لك على التدخل معنا. طبعا تعقيب حول هذه القضية المتعلقة طبعا مع المدربين، نحن تحدثنا طبعا ليس على الزلفاني، لن نشكك لا في قدرته ولا في شهادته، نتمنى له كل التوفيق مع شبيبة القبائل، لكن تحدثنا اليوم اسم يذكر في فريق، كل فرق تتلهت وراء هذا المدرب، هذا اللوبي الذي يتحكم اليوم في تنقلات المدربين، تحدثنا عليه طبعا في هذا البرنامج وليس على الزلفاني كمدرب. اليوم شبيبة القبائل بامكان اي مدرب ربما لا حتى يملك ربما القاب وانجازات قد ينجح مع شبيبة القبائل وقد يصنع لنفسه اسما. نعود لنصر حسين داي دائما شعبان مسقان، نعود لجوهرة حسين داي او جوهرة النصر حسين داي المتعلقة بمركز بن صيام. هل الأكاديمية لازالت تكون لاعبين؟ هل في مشروع في الآفاق لتوسعة المشروع؟ كانت تحسين ملعب بصيان بالبساطة الأخضر، ولكن درك الواحد شوف مرحلة اللي ما كانش فيه تكوين، خرجوا لاعبين وغادروا الفريق والتحقوا بفرق تونسية وغدوة إن شاء الله بفرق فرنسية. أكدها رسميا معنا دي خاصة ما يخفاكش الحلو السيد الحلو دار له أن أفنون، لو كان يلقى فريق أوروبي راح يغادر الفريق. ورسميا النادي بوردو الفرنسي يعني طلب خدمات له فيه اتصالات أو اليوم تدرب مع الفريق ما زال ما غادرش فهمت، لكن هل سيغادر رسميا أم لا؟ كل صراحة شباب ترك مدير رياضي اليوم الفريق. أنا كمدير رياضي كنت نتمنى هل إحنا قادرين باش نخلي اللاعب يتمم الموسم ومن بعد كي يروح ما تقدرش ما تقولوش ما تروحش، باسكو على بال كل واحد عنده اينوكازيون باش يحترف ولما لا، وهذا هو العمل تاع نصر حسين داي، باسكو احنا فريق كما نقول لك عريق ومتخصص في التكوين ولما لا. وكي نقولوا بروجي سبورتيف سي كوا بروجي سبورتيف، كاين الناس اللي ما تعرفش شنو بروجي سبورتيف، سي شركه اللي تكون لاعبين، كاين اللي تخليهم عندك باش يلعب الالقاب، كاين اللي تبعتهم لاوروبا باش دخل اموال باش الفريق هذيك حتى غدوه ويجيك رئيس. شوف بار اكزومبل الفرق الاسبانيه كي يروح رئيس ويولي يلقى شركه قائمه راح يشرف على الشركه، ما راحش يجيب اموال كبار وراح يشرف على الشركه، ونهار ما ينجحش راح يقال ويجي واحد اخر. والان كاين مو واحد
اللي راه يمول في الفريق. شباب المداخل اللي دخلت من خلال لاعب طوغاي وزردو مؤخرا مواقي وفي حال تنقل خاصب بكل صراحه هل كافيه اليوم اللي معليش. هل تاريخ بمقام فريق نصر حسين اللي يكون هاد اللاعبين ولكن ما خطر المطاف اموال طوغاي ليست بالاموال الكثيره ورقه تسريحه يعني. مي هاد الاموال اللي تدخل راح تقلص كما نقولوا احنا مليدات دوك واحد كيحط الاموال من عنده سيديدات اللي يقعدوا على الفريق احنا يلزمنا شاكين دوينو في الفريق نصر حسين الدين المملوء من الاستخدام متروقات الاتحاد بلاباس. شوف كيما نقول لك انا تكلمت مع الرئيس باش يعطيني لا سيتياسيون دو كلوب جيد لازم نعرف كلش واش فيه الفريق فهمت تم باش تكلم عندي واحد الحسابات ولكن يا ان سيتياسيون دو كلوب اللي لازم تحصل عليها باش نعرف نتكلم كيما نقول لك الاخر نعرف كيفاش نعمل باش نخلص من الديون ولا ما عندك مبلغ لحد الان ما قدرتش نعطيهم لك فهمت انا هل على بالك ما تعلقه بالاستخدامات راكم من نوعين الاستخدامات جبتوا سيدهم جبتوا لاعب ليبي ولاعب اخر يعني ولكن الرئيس باش على باله لا سيتياسيون دو كلوب وعلى باله الاخر سيك راح يواسي هاد الديون باش هاد اللاعبين راح يلتقي وما ما يديش من راسه ما يخفاكش باللي الانسان هذا ولا العائله هذه حطت اموال أكيد. ولكن حتى انا قال لي حتى انا كي نروح ولا نقدر سير 15 20 طون يخلصوني فهمت شوف وين راح فهمت اللي تي اون بون فوا وحنا رحنا نعمل باش نصحوا حسين ديلي يولي شركه قائمه حتى وتجيه شركه واحده اخرى راح تسير الشركه ما راحش تجيب باش غير تحط الاموال وما تربح باسكو هذا هو البروفيسيوناليزم. جيد عمي روج بن جدو بكل صراحه تكلمنا على طوغاي تكلمنا على لاعب زردوم على لاعب مواقين وفي الخاصف قد ينتقل للبطوله الفرنسيه ولنادي اتليتيك او لنادي بوردو. بكل صراحه هل تشوف اليوم هذه التنقلات هي في صالح الفريق الذي يلعب من اجل تفادي السقوط ونقولوا هاسك المومون باش راحوا هاد اللاعبين ولا كانوا على الاقل يخلوهم الى نهايه الموسم وبعدها ربما يتنقلوا بكل سي مرزقان قال لك باللي كي نافي با لو شوا ستادير لقى لي زافنوم سينيين ولي جوار رايحين ستادير مع الرئيس خدا فوالا مع الحلو كان ريكلا كلش افون لاريفي تاعو ولكن شغل ما شغل سي مرزقان ما بيش اسكو فهمتك مليح ولا بالك تفهمني ستادير دوكا نهد ستادير لو بروجي تاعها سي دو فورمي دي جوار et de le revendre c'est-à-dire les titres c'est pas ça fait pas partie de على بالك انا ما نهضرش revendre وكذا شغل ماهوش بزنس ماهوش بزنس دوك انت تطرح سؤال انا نطرح عليك سؤال سي كوا ان بروجي سبورتيف سي كوا كاين بلوزيور كل واحد بروجي سبورتيف تاعو يقول لي كل واحد البروجي سبورتيف عليه دوك تحبر عندك البروجي سبورتيف يمشوا معاه avec des objectifs سي كوا يقول لك دون 10 ans دون 10 ans نولي عندي بار اكزومبل لو سونت فورماسيون تاعي ولي عندي دو تروا زيكيب بو شاك كاتيجوري باش تبنيه باش تبنيه اسمح لي باش تبنيه بالامكانيات بالاموال بيان سور وكاش دير تشي في لا فورماسيون كي تبيع دو جوار راح تفورمي دي جوار واحد اخرين في السونت دو فورماسيون ما راحينش علاه شوف كاين ناس بزاف اللي راهي غلطه ما تعرفش شنو شو بروجي سبورتيف سي كوا كلوب سبورتيف سي كوا كلوب سبورتيف بروفيسيون سي كوا لازم له يدخل اموال يكري دي بوتيك احنا الطبع تاعنا سي لا فورماسيون علاش ما نفورميش نبيع سان جوار باش ندير ان سون دي فورماسيون اللي نخرج منه 20 لاعب فهمتني لازم الفريق اوتور دو اكزوم سي بارادو اكيد ايماجيني البارادو فوالا يفو دير ايماجيني لو سول كلوب معليش ايماجيني البارادو كيما راهم كل اموال يعني البارادو كيما راهم يدخلوا اموال وعندهم لي سيبورتي تاع مولوديا واحد ما يحبسهم فهمت الفريق يتبنى ويتبنى على قاعده صحيحه انت درك احنا واش عندنا اون بو فورمي فلوس عندك يخرج مكرشي ما يخرج فوتبالور اون بو الفار عندنا لي ميثود اون بو الفار عندنا با مال دو فورماتور وشنو قضيه النظام ان كون دونترينمون ان بيتي سون دو فورماسيون وتشوف اللي الفريق هذا نصح حسين ما يوليش اون ديتي او كونترير لا هو كلوب ستالوجيست شعبان دوك تايا دير كوميرس لازم كيما تبيع كيما تدخل كذا هو حاب يقول تبيع وتدخل فوالا سي سوسيتي لازم كذا انا حبيت باختصار محمد السؤال تاعي كان السؤال تاعي كان مباشر وهو ريبوندالي بسؤال استدير ما روش نو شو انا باش نريبوندي لك نقولوا سي لا ميم لونغور دوند كي تقول لي هذا كاس نقول لك انا كاس ومن بعد نقدر نريبوندي لك فهمتني الفريق هذا راه مدير نصح حسين دال منين مدير من الممول الاول اكيد
ماهوش شركه ماهيش مولوديه اللي سون لاطراك تعطي لها 80 مليار وحد ما قال حد. هذا سيت ان بريفي اللي نجح في الحياه تاعه ربي يزيد له راه يمول في الفريق. الامكانيات هذو منين راه يجيبهم؟ من الاموال تاعو الخاصه هكذا. يا لي زاد دو ليطاي مي سون با سيفيزون. وصل لعب كاس افريقيا وما يشبه. يعني هو من حقه يسترجع امواله يعني من خلال بيع اللاعبين، ولكن مناصر النصريه يريد الالقاب يا شعبان. اخر لقب توجد به انت كلاعب رفقه تاع رمضان من اللاعبين، الى غايه يومنا النصريه ما عندها اي لقب، هذا هو اليوم مطلب مناصر فريق النصريه. كيقولوا ان بروجي سبورتيف يدخل فيها الالقاب. يبقى عليك تشي فورم دي ميير جوار. جيد. هو فيها الالقاب. قال نخدم سير تروازون افيك لي ميم جوار ندي تيتر، فهمتني؟ ومن بعد لي ميير جوار تاعي كما نقولوا كي سون اور سون ترانسفيري اوفري اميجير، فهمت؟ ولما لا؟ هذا حلم طبعا مناصر فريق نصر حسين داي. سعيد زواوي، هل تفكرون مثل ما تفكر يفكر في فريق نصر حسين داي؟ ما لا بتسحوش اليوم نفس الشيء شبيبه تولي تمد لاعبين مثل ما مديتوا موسى صايب وهذه اللاعبين البطولات. سي كلار اجوردي سي كلار بور كي سوسيتي بويس فيفر يفو دو لارجون. وين راك راح تجيب دو لارجون؟ يفو دو لا فورماسيون. يجيب شبيبه ماهيش تبيع لاعبين كوسار، حتى امر عادي اليوم جي اسكا. جو بونس كو سي ان دي بروجي دو بريزيدون اكتويلمون. اون باغ اكزومبل اون لي يو 9 لي يو 10 لي يو 11 ميسيو فري بيبيت. في الاكابر ما باتوا ولا لاعبين. اون انفيستي دون ان فورماتور بور لي جون ميسيو اسمو مولاك. مولاك. Oui, c'est un Français, il est hyper... C'est pas parce qu'il est Français qu'il est... Non, mais c'est un Français qui a fait ses preuves. Parce qu'il a appelé Bouguera, il a joué avec Moulak. Il est hyper compétent et vous allez bientôt voir ses compétences. Ah, je l'espère bien. Voilà, exactement. Ils sont en train de communiquer. Samahni, Chabana, hadi. Les meilleurs formateurs, c'est les Français. Football Academy. Les meilleurs formateurs, on dit, chauffe. Ils ont inondé l'Europe. Qui a les joueurs français طبعا الوقت يداهم ولا تفضل في اختصار باش نروح مع شعبان وجلي وجه الله ينعم عليك. انا برك حبيت نقول امكانيات دون ان كلوب كيفاش دير فورماسيون وتحوس تلعب لو تيتر تما طالب زوج حاجات اللي ما تنجمش عليهم. انت اذا درت فورماسيون دو شوز على فوا ميديا لي فو فير لي دو شوز على فوا دير لي دو شوز على فوا فورماسيون سون زوبلي ليكيب فوالا. بصح انت كي ما يكونش عندك امكانيات دو ا تروا زيكيب كي سون تران دو جيري با دي سوسيتي انورم في الجزائر بار كونت دوتر كلوب اللي راهم يعانوا في مشاكل كبيره. اون بو با بالك بو دو مويان سي ان جوار ولا دو جوار كي بوف فير لا ديفيرونس اللي اليوم النصريه سي المولوديه فوالا افيك اوتون بيجي اوتون دو جوار كيس كيزون في اوجوردي شكون مولوديه مولوديا ميزون لي ميور جوور مولوديا باش ما نديروش لي كريتيك سوبر دي كريتيك لانه نقول لك علاش لانه تسير اذا كان تسير عقلاني اليوم علاش بارادور اليوم راه ما لاباس بهم باسكو تسير كاين انسان واحد يسير هذه النخبه هذا الفريق هذا لا ما عندوش مشكل. اسمع هذا العام لحقوا قريب شحال 6 مليون دورو بور دي ترانسفير دي جوار اللي اليوم راهم يلعبوا في الفريق الوطني 14 مليون دورو بلا لو شيف اكزاكت ما عنديش سيت ان موديل qui n'a jamais existé en Algérie. Donc à chaque fois, on le cite. Il n'a jamais existé en Algérie, on vient de le voir. Peut-être que les gens vont le suivre. Inch'Allah. C'est un modèle unique qui ne ressemble pas aux autres équipes. Je vais aller à l'ouvrage de Bika, les décrets de Zaman, le Jamil. Est-ce que tu as utilisé les joueurs Haline dans le mercato? هل تشوفهم البروفيل تاع ميلوغ اليوم فريق نصر حسين في الوضعيه الصعبه اللي يعيشها الفريق؟ ولكن تمشي بالامكانيات اكيد. واش كاين كما نقول لك كوم جوار ترونسفيري فهمت وكل شيء بالامكانيات. شفنا بار بوست بيان سور حوسنا كما نقول لك قلب هجوم باسكو راه زاد ولا سور المارشي ما كاش ناقصين ما فيش ناقصين في العالم حتى في العالم ما فيش يعني في المنصب هذا فهمت المنصب هذاك كما يقول لك. وحتى اللاعب ما يخفاكش ولا تنسى غادر الجزائر راح لتونس ما داش كما يقول لك رفد حوايجه وراح. انا نهار كلمته هو كان في تونس باسكو كان طلبته بالرجوع كان مقرر كان مقرر انا اللي قال لي نروح ما نوليش فهمت. دوك ما نتكلموش على هذه دوك الفريق هذا كان محتاج لاعبين ماشي اللاعبين كان جا النظام درنا هذا النظام جبنا طاقم فني وين تحضر مليح وكذا. دوك كيما نقول لك المشوار الاول هو البقاء في القسم شبيبة القبائل الاسبوع المقبل علاش ما البقاء هو 15 مقابله اكيد فهمتني.
كل واحد البقاء او اون مان تان يفا ترافي. حنا واش عندنا حاجه مليحه سي لا فورماسيون فلوس عندي با مال دو جوال. كنت تشوف لي زيكول اللي عندنا تشوف لي جون اللي عندنا اون ديبرديسيون كي تسكلب بهم ولا تي اورا لي مير جوار اون الجيري. هذه معروفه في حسين داع كل واحد واش ربي عطاه. حنا عطنا هذه الموهبه في كل الجزائر. كاين شبان كاين شوف كاين في كل شوف اي بلاد في الجزائر العميقه تروح للصحراء تروح وين تحب كاين دي جوار دو طالون في الجزائر ولكن الاهمال. عندي سؤال بك سي مرزقان جبروفيت لوكازيون. الناس اللي بوساو اون ديبي دو سيزون لي فرال ولد زميلي باش يجبدوا روحتهم اسكو انت راك داخل الفريق اسكو ايل فون فو ليسي فو زيت سور كي فون فو ليسي ترافايي ما يجوش اون ميليو دو سيزون يزدو يخلطوها عليكم ويدير. الحاجه الاولى من قبل ما نتكلم مع ولد زميلي تكلمت مع الانصار انت عندي مقر انا في ملعب زيوي جبتهم تكلمت مع الريجيسترال كوميتي سيبورتور نلقاو حول تكلمنا على كلش ولكن ومن بعد وصلنا لواحد الدرجه وين خممت رحت لولد زميلي تكلمت معاه قال لي معليش حشمنا هكذا نكمل نمول الفريق هكذا اكونديسيون تكون فهمت. رحت عاود تكلمت في استاد بنسيام وين كانوا المحبين نصر حسين داي قالوا لي احنا اون ريسبكت القرار تاعك وكذا ولكن ما انا حابين حتى حاجه من اول زميلي بصح كيما راك حاب اسكو عندك البديل ما عندكش البديل الور سي ترافاي دو فورس الواحد كاش داير معليش انا على بالي وين رايح ليسونسيال الفريق هذا كيما يقول يقعد في الحاضره ونسيو ننظموه باسكو علاه لو كان الواحد اللي ما يحبش المشاكل يقعد في داره ويغلق على روحه ميم كي تقعد في دارك ما تسلكش يقول لك هم ليزونسي ما جاوش كي يجوا يقول لك علاش فهمت. احنا درنا لو ديفوار تاعنا سي ان ديفوار فهمت. كاين اللي حاب كاين اللي ماشي حاب كاين سلوي كي بوسي ونعرفوهم كاين اللي راهم بوسين على بالوش بنصر حسين داي اللي بوسي اللي ولد حسين داي مازالني ساكن في لي حسين داي ونعرف كلش فهمت. درك واحد اللي يحب الفريق ويحب حسين داي اختصار شعبنا الحاجه الاولى واش هي يزم يوقف مع الفريق تاعه شكرا ماهوش قضية اشخاص. شكرا شعبان مسقط بقي من الوقت 3 دقائق فقط وجها لوجه فقرة نوستالجيا نقفها اليوم مع قلت غازي المونديال 82 شعبان مسقط في ذلك تلك السنة اخترت كأحسن مدافع أيمن. خلينا نشاهد الصور الرائعة لشعبان مسقط. كيف انت خمس لاعبين يلعبوا في كاس العالم وانت تلعب كاس الجزائر جيد شو هذاك الوقت ما ريبورتيولكش الماتش ولعبونا وحنا كنا في ندافعوا على الالوان الوطنيه وهذا بفضل من بالفريق هذا اللي نتكلم عليه عريق جيد. ما نقدرش انا اليوم نقعد في الدار ترونكيل فهمت. شباب مسقان كنت احسن مدافع ايمن لكن لم تنتقل للبطوله الاجنبيه لفريق كبير معروف رغم ان الكل مختصين هذاك تيلي سانتا على بالك باللي الكل تحدث عن شباب انا ذاك هذاك الوقت ما يسمح لناش يقول لك حتى تولي 28 سنه باش تغادر فهمت. هذاك سبب تشوفه رئيسي هذاك هو سبب لكن لابين اخر كانت عنده فرصه صالح الصاد ربح لا لا ومن بعد على بالك انا في الجزائر وقت تعرفه مازالها يقول لك ديروغاسيون كي تلقوا عصاد وما جات ديروغاسيون فهمت. كيما عطاونا الطوموبيلات خرجناهم بديروغاسيون ولا تشفاو ما تشفاولهمش انتوما بالبومب تكلم عليها وانت تخلصها يعطيك بك البومب باش ديروغاسيون تخرجها بارمي لي برومي جيد فهمت. جو ميديترانيون ما يشبه داروا لنا بيلوفاس لي دي فريجيدير وتلفزيون نواري بلون صح لك تشعبان ها ما ديتش شاب مسقان مدير رياضي بار برانسيب مدير رياضي محلل في قناه الثالثه مع زميل عمر جبون حيواح ومدرب واش الحاجه اللي لقى فيها روحه اليوم شاب مسقان كمحلل كمدرب ولا اليوم كمدير رياضي؟ والله على بالك الحمد لله الواحد عنده قدرات كما يقول لك عيط لي ان جورناليست هكذا قال لي ولي كورت فوتبول تاعك قلت له انا نترافاي بسيكل اولمبيك يا اخي فهمتني كل شيء منظم 4 سنين
علاش سننا من عام لعام؟ جيد. ترافاي سيكل اولمبيك. عندي لي U7 لي U9 لي U11 لي مازال عبد الله اكاديميه اي 13 اي سون كومبيتيتيف عندهم البطوله سي تان سيكل اولمبيك جيد كل فرق تاعنا تقدر تخدم افيك دي سيكل جيد فهمتني ولما لا احسن مشوار في احسن ذكرى في حياه شعبان مسقان كاين بزاف الاحسن احسن والله تمني والله بمو ما عندناش فينا دوكا نرجي للالمان تتويج بكاس الجمهوريه مع نصر حسين داي تتويج مع نصر حسين داي ما يخفكش لعبت خمس نهائيات متتاليه كادي خسرنا مع القبة درنا 0-0 خسرنا بلي بينالتي عام من بعد كنت كادي ديتا اون جونيور كونت لارسيجي وعام من بعد انا سجلت الهدف ضد مولودية الجزائر في الاشبال الهدف الثاني عام من بعد فيناليست دو لا كوب دو لا كاب 60 جيد وعام من بعد دينا تاع لا كوب لا كوب دارجيري 79 عام من بعد فيناليست دو لا كان اون سينيور شوف المشوار هذا من الصغر جيد ومن بعد 82 وسيت شباب مسقال مع لابي لا فيديو ماتش يتلا مام دومينو باش نحي عليهم على خاطرهم باش تخفف من ضغط المباراه على بوك يا بي با لا تكنولوجي تاع دوك البورتال واش كان جوانش دومين انت تربحهم لي يربحوك مي مشكيتي بيان جوانش دومين مره وعلى بالو كي كنت حاكم بليدا يا بي لو سونتر هذاك في ستاد شاكر يا بي لي شومبر وعلى بالك نقعد نلعب دومين مع لي جوار فهمت شكرا الزعيم قال لي كيفاه تلعب الدومين مع لي جوار فهمت موجيتي طوني احنا سوا اونترينون لي تي بلو بروج جوار او كونترير جوار كي تلعب دومي ولا تقول جمعه تولي تعرفه باسكو يحكي لك كدا فهمت بارك الله شوز بيان سير او كونترير شكرا شعبان شكرا شعبان مسقى لان الوقت دهمنا المدير الرياضي لفريق النصر حسين داي نتمنى كل توفيق وكل نجاح لفريق نصر حسين داي شكرا للسيد الزواوي الحقيقه ابهرنا في اول حضور له طبعا في بلاطو اعلامي الحديث بكل هدوء وبكل رزانه شكرا لك عمير روش بن جدو الزميل الاعلامي رئيس تحرير جده الكومبيتيشن والمحلل طبعا محمد خزروني شكرا للمخرج للطاقم الفني للمشرف وليد حمدادو والذي سهر طبعا على انجاح طبعا هذا البرنامج برنامج حكي بان تفضل حبيت نقول كلمه اخيره نطلب من الجمهور شبيبات القبائل ان يكونوا يستعقلوا شويه مع الاداره ويشوفوا الاولويات التي هي شبيبه القبائل قبل ما يشوفوا الاداره ولا اكس ولا يغراك وان شاء الله لي ريزولتا يوليو شكرا لك سعيد نلتقي الاسبوع المقبل عدد جديد من برنامج احكي بالون ماذا بينا مرة نصر حسين دين تكلموا عن شكرا حظ الموفق طبعا لاتحاد العاصمة غدا لشبيبة القبائل ولنادي أتليتيك بارادو بالمغرب شكرا لك سعيد زواوي نلتقي محمد خزروني الأسبوع المقبل إن لم تكن مناجر عام ولو أنني أتمنى أن تكون مناجر عام لفريق مولودية الجزائر على الأقل إخراج هذا الفريق من الوضعية الصعبة التي يعيشها في أمان الله